طيب في برضو ليه بناكل سمك في الأسوام وأسوام تانية لا مش بناكل سمك؟ هو طبعا في الأصل إن الأسوام كلها تبقى أكل نباتي فقط، لكن لأن أسوامنا في الكنيسة القبطية كتيرة، فالكنيسة من بدري يعني مش من عهد البابا شنودة ولا البابا كرولوس، يعني ده من زمان حطت إن في نظامين للصيام، صيام درجة أولى زي صيام الكبير وأربع والجمعة والبرامون وأهل نينوى، دول من غير أسماك. بقية الصيامات اللي هي الرسل والعذراء وصيام عيد الميلاد ممكن مسموح فيها بأكل السمك كتخفيف من كثرة الصيامات. السمك هيلثي أكتر من اللحوم والفراخ، فكأن الكنيسة من البداية يعني بإلحاء من الله سمحت لأولادها إن هم ياكلوا حاجة هيلثي من أجل صحتهم يعني. يعني من باب التخفيف ولأنها حاجة صحية آه طبعا للجسم يعني.